راح ناخذ واحده من اهم النظريات الموجوده بالديتكشن والاستيميشن اللي هي سحولة كرايمر رو لور باوند. من اسمها هي لور باوند، هي فد لور باوند. يعني ايش معناته لور باوند؟ يعني معناه كانما حد المفروض حد للاسفل المفروض ما يتم عبوره. فخلني نجي نشوف شنو هاي النظرية الكرامر راو لور باوند. هاش تقول النظرية؟ تقول بغض النظر عن الاستيميتر اللي راح تستعمله، بغض النظر عن الاستيميتر اللي راح تستعمله، فانه اي استيميتر تستعمله الفيرينس مالته لازم يكون اكبر من هذا اللور باوند. ليش تفيدنا هذا؟ طبعا هنا ملاحظة مهمة، انه اذا تلاحظون انه هاي الدالة او اللور باوند تعتمد على من؟ تعتمد على الثيتا اللي هو البارامتر اللي انا اريد شنو؟ اريد اقدره، اريد اوجد قيمته. ما يعتمد على من؟ ما يعتمد على الاوبزرفيشن مالتي، ما له علاقه بالاوبزرفيشن، مو فانكشن اوف اكس. اذا تذكرون احنا قلنا الاوبزرفيشن اذا كانت اكس. فما يعتمد على الاوبزرفيشن ولا يعتمد على كذا، يعتمد على البارامتر الاصلي اللي هو ثيتا. اللي هو شيء طيني. ليش مفيد هذا؟ هذا يفيدني انه بعض الاحيان انه اقدر اقيم اذا عندي تو استيميترز اقدر اقيم بيناتهم بالاعتماد على من؟ على هذا اللور. كل ما ما يكون شنو؟ كل ما يوصل يقترب من اللور معناه انه الاستيميتر يكون افضل. وبعض الحالات من الممكن انه اوجد استيميتر بحيث انه الفيرينس مالته يساوي اللور باوند هذا. بهيك حال هذا الاستيميتر يصح له مينيمم variance unbiased estimator ويصيحوا له هو مثلا efficient estimator. efficient estimator طبعا بالمناسبة هذه النظرية فقط تشتغل إذا كان estimator unbiased، إذا كان biased ما راح تشتغل عليه. فمثل ما قلنا إذا كان الاستيميتر الفيرينس مالته يساوي هذا اللور باوند برايمر لور باوند، فهذا يصيحوا له المينيموم variance unbiased estimator اللي هو يختصره MVUE. هسه نجي للنظريه اللي تقول شلون اقدر اوجد هذا اللور باوند. اللور باوند شو يقول؟ يقول اذا كان اي استيميتر، واذا كان هذا الاستيميتر شنو الشرط من يكون؟ يكون هو انبايست. اوكي، والبارامتر ثيتر اللي اريد انا اسويها، اريد اوجد قيمتها، لازم شو تكون؟ تكون ديترمينستيك، مو راندوم فاريبل، ديترمينستيك. اوكي، يعني قيمه لها ثابته، اعرف ان قيمتها ثابته، ما تتبع ديستريبيوشن معين. فانا شو يقول؟ يقول اي استيميتر شو يساوي؟ يساوي 1 على نيجاتيف الاكسبكتد فاليو للبارشال سكوير للين بي اوف اكس ثيتا نسبة الى بارشال ثيتا سكوير. وهنا نتعوض الثيتا هي شنو؟ هي الترو فاليو، الترو فاليو اللي اوجدها. يعني هنا الاكسبكتيشن ياخذه وذ ريسبكت تو شنو؟ تو بي اوف اكس ثيتا، بي اوف اكس ثيتا، وال يعني اخذ with respect to x expected ان انا اخذ with respect to x. اوكي، وهذا التعريف مالته ممكن اوجده عن طريق ال direct integration او عن طريق مثلا تستخدم بعض خواص ال expectation linearity غير هكذا. اذا كان distribution معروف مالتك ممكن تقدر تحسب expected value مباشره من عنده. شغله مهمه يجب ان نفرق بها اللي هي شنو؟ اللي هي البي اوف اكس ثيتا. هذا البي اوف اكس ثيتا هذا شنو؟ بما انه الاكس هو راندوم فاريبل فهذه ايش راح تكون؟ يمكن راح تكون راندوم فاريبل او راح تكون هي ديستريبيوشن مالنا. ديستريبيوشن probability density function. اوكي، نسبة الى اكس، نسبة الى اكس. هذه اذا اجي اخذ اذا اجي انظر لها نسبة الى اكس فهي تمثل probability distribution نسبة الى اكس. اذا اجي انظر لها من وجهة نظر ثيتا، يعني ثيتا ما معروفة عندي او ثيتا اريد اوجد لها قيمة معينة، هاي يصحوا لها likelihood. يعني عندنا إذا تتذكرون فمثلا خلينا ناخذ مثال
إذا أخذنا المثال إذا تذكرون الـ الـ x of n شو يساوي؟ يساوي a زائد n w n، والـ w هذه كانت جاوسيان، الـ expected مالتها هو صفر، والـ variance مالتها هو سيجما سكوير. أوكي؟ هنا بما أن الـ w هي جاوسيان، فالـ x of n شو حتكون؟ خلينا ناخذ مثلا x of 0 فقط، x of 0. x of 0 شو حتكون؟ حتكون هم نورمال، المين مالته هو شنو؟ هو a، والسيجما مالته هو سيجما سكويرد. اوكي؟ لنفرض ان انا اريد اوجد البارامتر a. بارامتر a، يعني هنا الثيتا مالتي هي a. اذا اجي اقول الـ a معروف عندي، الـ a موجود عندي، هذا شو حتكون؟ x of n، هاي صح لها PDF. PDF. اوكي؟ واذا لا اقول الـ a ما معروف وانا اريد اسوي لها استيميشن له، هذه السحولة likelihood 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 function. يعني كمثال لنفرض أنني عندي كوين، أوكي، وشمرت مثلا فت خمس مرات شمرت الكوين، فالنتيجة اللي حتطلع لي إذا أجي أنظر لها باتجاه إنه the probability معروفة، probability of H معروفة، probability of H معروفة، وبالنتيجة probability of tail معروفة. أوكي، فانه اللي حتطلع لي الاوبزرفيشن راح يطلع لي شيء يمثل لي يمثل probability معينه، probability ان فلان اوبزرفيشن راح يطلع لي، يعني اقدر احسب من عنده شنو probability باعتبار انا عندي شنو probability test function. فوكانما اني بالبي دي اف افرض ان البارامترز دا اشتغل عليها هي ثابته، يعني لما نقول هذه بي دي اف، لما نقول هنا هذه بي دي اف، وين هذه لما نقول هذه تمثل الـ PDF، ده أفرض إن البارامتر مالتها ثابت معروف بالنسبة لي، أوكي؟ بس likelihood لا، بالعكس likelihood هو كأنما يريد يراهم بارامتر، أو يجي إذا أعطيك بارامتر معين، فمثلا أنت بالكوين توس مثلا شمرت الكوين 100 مرة، أوكي؟ وطلع لك الـ H 80 مرة أو 90 مرة، أوكي؟ فبهيج حالة إذا أجي أقول لك أفحص لي او ايش قد حتكون متاكد لما اقول لك ان الكوين ان بايست، هاي بما تستخدم هنا وكانما انا لما دا اقول لك دا اعطيك فرضيه او دا اعطيك فت قيمه للبارامتر اللي على اساس تولدت الداتا، فانت شو تسوي؟ تجي كانما تفحص هل انه هذه القيمه هل هي مقبوله، هل هي تعطيني مثلا probability مالتها اذا عوض هذه القيمه probability حتكون عاليه probability. يعني فمثلا انا مثلا لما اقول لك انا الكوين مثلا هو unbiased، وانت سويت تجربة 100 توس طلع لك مثلا 80 او 94 هيد مثلا 90 هيد، اوكي، ايش تستنتج؟ هل انه القيمة اللي طلعت لك اياها صحيحة ولا على حسب هذا؟ اقول لك unbiased وانت سويت تجربة، او انا قلت لك انا حسوي تجربة هذا كون unbiased وانا حسوي تجربة وطلعتك الاوتبوت مال التجربة انه من 100 مرة طلع لك الهيد 90 مرة، ايش تستنتج؟ راح تستنتج انه هنا احتمال يكون unbiased، صح؟ احتمال البي تكون بوينت، بس احتماليته تكون كلش قليلة، صح؟ لأن لو كان unbiased أكثر شيء كنت أتوقع انه تقريبا number of heads والتيل راح يكون تقريبا شنو؟ تقريبا متواسيات، متساويات، فرق واحد اثنين بيناتهم بسبب الـ distribution. فهذا الاسسمنت انه لما نعطيه قيمه على اساسه تفحص هذا السحوله شنو اذا نظرنا بهيش منظور، هاي يسموها likelihood function. likelihood function هي نفسها بي دي اف، ولكن شنو البارامتر مجهول، وانا اريد كانما شنو افحص انه هل انه هذا البارامتر اذا اعطيه قيمه معينه شلون حيكون. فلذلك اكو استيميتر معين صح الماكسيمم likelihood، بعدين احنا اخذنا ماكسيمم likelihood انه يختار هذه القيمه على مود يزيد شنو likelihood function، نخليها شنو اعلى ما يمكن، يعني يختار القيمه البي مثلا بالكوين توس، يختار قيمه الكي البي بحيث انه اذا اخذت هذه القيمه وولدت تجربه جديده هذه حتطلع اعلى ما يمكن، يعني كانما تكون قريبه من الاوبزرفيشن الموجود عندي، وكانما شنو يا بارامتر ممكن اختاره بحيث انه هو يكون يعطيني اكثر probability للobservation مالتي.
يعني ايش قد اختار البي مثلا بالكوين توس، ايش قد اختار البي بحيث انه 90 مره يطلع لي هيد و10 مرات يطلع لي تيل. هذا بالماكسيمم لايكلود استيميت، بعدين احنا ناخذ بالمحاضرات الجايه. فهسه نرجع اكو سؤال، شنو الفرق بين اللايكلود والبروبابيلتي؟ البي دي اف انه البارامتر موجود، اللايكلود انه البارامتر غير موجود وانا اريد شنو؟ يعني طريقة للأسسمنت للبارامتر اللي راح اختاره. احنا اعتبرنا بي دي اف انه كونتينوس. اي جاوسيان. بس جاوسيان بس الاوبزرفيشن ديسكريت، يعني انا من اجي اوبزرفيشن مالتي مو كونتينوس ديسكريت، يعني تجيني مثلا واحد يسوي تجربة اكس اوف ان. يعني يسوي مثلا ان هنا مثلا هو يا مرة سويت بيها التجربة فيكون هنا ديسكريت، المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، ولكن ديستريبيوشن مال بي دي اف مثلا ال x of n distribution x of 0 x of 1 x of 2 لان كلنا حيكون شنو كونتينوس باعتبار هذا تابع علما يتابع ويا النويز، بما انه النويز جاوسيان كونتينوس فهنا حيكون البي دي اف حيكون كونتينوس ولكن الاوبزرفيشن حتكون ديسكريت. ممكن بعض الاحيان يكون اسهل انه استخدم هاي الصيغه، هاي الصيغه استخدمها على مود اوجد الكرامر لور باوند كريمر رو لور باوند اللي هي نفس النتيجه، نفس النتيجه ممكن ان واحد رياضيا يثبت انه هذا المقام الموجود هنا هو نفسه اللي موجود هنا. الفرق انه هنا شنو هذا الاكسبكتد فاليو للمشتقه الثانيه، هذا لا، هذا ياخذ الاكسبكتد فاليو للمشتقه الاولى تربيع، يعني اشتق مره ويربع، ذاك لا اشتق مرتين نسبه ثلاثين. انت شوف يا هي الاسهل بالنسبه لك حسب المدير الرياضي الموجود عندك وعلى اساس تقرر اي وحده حتكون تكون اسهل. مو بس كذلك، يعني بعض الاحيان الكرايمر رو لور باوند ممكن انه اذا تذكروا احنا مو قلنا اكو مينيمم فيريانس ان بايس استيميتر، وقلنا هذا الاستيميتر هو الافيشنت، هو يكون افضل ما يمكن باعتبار انه الفيريانس مالته يساوي هذا اللور باوند. بهاي النظريه ممكن انه يعطيني هيك نوع من الاستيميتر عن طريق اقدر احصل هيك نوع من، يعني هذا النظريه مو بس يحط قول لي انه اللور باوند هو هالقد، لا من الممكن انه تقترح لي فالاستيميتر معين على اساس يكون اللور باوند هو يكون اقل ما يمكن. الاستيميتر شلون يكون شكله؟ يقول اذا اشتقيت المشتقه الاولى للن او اللوج مال لايكليهود فانكشن، بالمناسبه احنا دائما نستخدم اللوج مال لايكليهود فانكشن باعتبار اللوج فانكشن ما حتاثر بالمن والماكس، رياضيا اللوج هي ديكريزنج فانكشن. اوكي فما راح تاثر في حاله انه لما تريد توجد المين او الماكس تاخذ اللين لاوبجكتيف فانكشن ما راح تاثر، ويكون اسهل بعض الاحيان باعتبار انه هوايه من الديستريبيوشن راح تعامل وياها هي اكسبوننت مثلا جاوسيان اكو اي تناقص اكس تربيع على 2 سيجما سكوير، فانا بدل ما اتعامل ويا الاكسبوننت اخلص من الاكسبوننت شو اسوي؟ اخذ اللين. كذلك بعض الديستريبيوشن راح يصير بها مجموعه من الضرب، يعني مجموعه من التيرمز اللي لازم اضربه مثلا الاول في الثاني، لما تاخذ اللوج الضرب ايش راح يتحول؟ تحول الى جمع، فيكون التعامل وياه اسهل. فلذلك دائما ياخذون شنو؟ اللوج مال من؟ مال لايكليود فانكشن. فانا هاي النظريه اللي هي نفسها الكريمر لور باوند شو تقول؟ تقول اذا اشتقيت اللايكليود فانكشن نسبه الى البارامتر اللي انا اريد احصله وحصلت وكانت بهالشكل، اذا قدرت ارتبها بحيث احصل هاي الصيغه اللي هي شنو الصيغه؟ واحده من الفانكشنز شنو؟ هي فقط فانكشن وذ ريسبكت تو ثيتا، فقط البارامتر اللي انا اريده. وفانكشن ثانيه اللي هي شنو؟ جي اوف اكس ناقص ثيتا. جي اوف اكس هنا الاكس هي الاوبزرفيشنز او القياسات اللي حصلتها يعني. فهنا ايش حيكون؟ ايش يقول؟ يقول المينيمم فيرينس ان بايس استيميتر هو جي اوف اكس. ممكن تحصل مباشره من هاي النظريه، ممكن يقترحها وتقدر على اساس تقول انه هذا يمثل المينيمم فيرينس ان بايس استيميتر او الافيشنت استيميتر، باعتبار راح يكون ان بايس وبنفس الوقت راح يكون شنو؟ الفيرينس مالته يساوي المن مساوي للور باوند. اي
جاية. تعرف هذه؟ هنا أنا بالله وأربعة شو يقول؟ خلينا نشوف صح هذا الدور. يقول إذا اشتقيت likelihood function أو اللوج مال likelihood function مشتقة الأولى نسبة إلى ثيتا، أوكي؟ وحصلت هيك صيغة. فالصيغة بهيك نوع. إذا قدرت أرتبها الفانكشن اللي احتزال من اشتقت نسبة إلى ثيتا مشتقة الأولى، إذا قدرت أطلع فانكشن I of ثيتا كعامل مشترك طلع برا، وأرتب هذه G of X ناقصا ثيتا، أوكي؟ فإنه هذه G of X يمثل يمثل مو من يمثل ما يسمى بالمينيمم فيرينس انبايس استيميتر، احسن استيميتر ممكن تحصله، او الفيرينس مالته شو يساوي؟ يساوي اللور باوند، يساوي اللور باوند. واللور باوند ايش قد قيمته كذلك ممكن تحصله اذا قدرت ترتبها بهالصيغه، اللور باوند ممكن تحصله، اللور باوند حيكون واحد على اليمن على اي اوف ثيتا مقلوب هاي الداله، مقلوب هاي الداله هذا اللور باوند، ويعطيك استيميتر، يعطيك اللور باوند ويعطيك الاستيميتر. اوكي هسه انا مثل نرجع لتعريف اللايكلود فانكشن. اوكي اللايكلود فانكشن هي نفس البي دي اف مثل ما قلنا، هي probability فانكشن، probability of x theta، بس شنو ينظر بس هي شو حيكون؟ حيكون فانكشن اوف ثيتا باعتبار الاكس موجوده عندي، فانكشن اوف ثيتا. اوكي اذا فرضت انه الفكتورز دن الاكس 1 والاكس 2 او الاوبزرفيشن مالتي شو حيكون؟ حيكون ثابت. واحنا مثل ما قلنا دائما راح نتعامل ويا اللوج لايكلود فانكشن اللي هي نفس اللايكلود فانكشن، ما بس ما عدا انه شنو اخذ لها اللين او اخذ لها اللوج باعتبار انه اسهل بالتعامل. اوكي هسه شلون نقدر او شلون الطرق اللي راح تتبعها او الخطوات اللي راح تتبعها انه توصل للكريمر رو لور باوند، او شلون تقدر تستعمل هاي النظريه؟ اوكي اول شيء تعدك اوبزرفيشن x1 x2 x3 تكتب بالp of x ثيتا، p of x ثيتا يعني طلع الجوينت بي دي اف مال من مال الاوبزرفيشن بتاعك x1 x2 x3 طلع الجوينت اوبزرفيشن مالتها على حسب فرضيات انت تفرضها او موجوده مسبقا، وتحسب لها شنو؟ تحسب لها اللوج مثل ما قلنا، اللوج حيكون اسهل بالتعامل، اللوج يعتبر اسهل بالتعامل. الخطوه الثانيه يحثبت الاكس مثل ما قلنا احنا يعني اللايكليود فانكشن، اللايكليود فانكشن تعتبر الاكس ثابته واشتق نسبه له للبارامتر اللي اني اريد اوجد القيمه مالته. اوكي تشتق مرتين مثل ما قلنا، ما تشتق مرتين تشتق مره شنو وتربعها نفس هذا. اوكي ورا عمليه الاشتقاق راح تكون عندك حالتين، يا اما الاكس يكون موجود عندك اكس الاوبزرفيشن، يا اما بعد عمليه الاشتقاق تطلع لك فانكشن داله وهاي الداله موجود بها اكس، اذا موجود بها اكس تاخذ ثبت ثيتا وتاخذ الاكسبكتد فاليو نسبه الى اكس، واذا ما موجود اكس فهو الاكسبكتد فاليو مالته هي نفس القيمه الثابت، فما كنت قاعد تطفر هاي الخطوه. اوكي ممكن النتيجة تظل تعتمد على البارامتر اللي بالمناسبة يعني هنا البارامتر ممكن انه مثلا لما يكون ياخذ قيمة معينة ممكن يكون افضل مما ياخذ قيم ثانية ممكن. اوكي ولا شو تسوي؟ تضربه بالسالب وتقلب تقول واحد على هذه القيمة اللي اخذتها. اوكي يعني كمثال نفرض ان انا عندي n observations x of 0 1 2 up to n minus 1. اوكي يجي قلت الx of n هي ال a زائد n w of n، وال w هنا افرضته هو شنو؟ هو جاوسيان، وال0 مين؟ وسيجما سكوير. وش دا يقول لك هاي هنا؟ شو معنى وايد؟ شو معنى وايد؟ هو وايد، هو نويز وايد. شو معنى وايد؟ تعالوا اسمعوها وايت نويز، بس شنو معناها؟ مو مؤثر يعني؟ لا الوايت نويز يعني شنو معناها؟ هي تقريبا تسميه جايه من الوايت هو شنو؟ ابيض صح؟ اللون الابيض بما انه لون ابيض فهو يقول لك اللون الابيض حسب نظراتهم هو مو لون واحد،
هو مجموعة من من السبكترم مجموعة وصاير هذا. الوايت نويز هو شنو؟ هو من اسمه وايت يعني معناها إنه إذا أجي آخذ البور سبكترم دي السيتي مالته شو هيطلع لي؟ هيطلع لي خط مستقيم بهالشكل. وهذا يمكن يصحوا لي النوت على اثنين اللي هو إلى علاقة بمن؟ بالفيرينس. هو إلى علاقة بالفيرينس أو سيجما سكوير على اثنين ما أتذكر بالضبط. فالآن مثل ما تشوفون هذا هو الفريكونسي. هذا هو الفريكونسي. يعني يكون قيمته شنو؟ ثابتة. وكأنما الطيف مالته أو السبكترم مالته يغطي جميع الفريكونسيز الموجودة. جميع الفريكونسيز الموجودة. فلذلك يصحوا لها وايت نويز. والميزة بالوايت نويز اللي هو حيكون uncorrelated. يعني شو معنى uncorrelated؟ يعني معناها انه x of 0 شو حيكون؟ هو مو اي زائدا w of 0. w of 0 هو شنو؟ هو نويز جاوسيان. فهذا الديستريبيوشن مال x of 0 اقدر اكتبه هو normal المين مالته اي والفيرينس سيجما سكوير. صح؟ x of n كذلك نفس الشيء. هم اقدر اكتبها هو نورمال هم اي وسيجما سكوير. هذا مال اكس 1 خلينا نقول وهذا مال اكس 2 او اكس 0 عفوا هنا انا والاكس 1 والاكس 3 والاكس 4. الوايد جاوسيان شو يقول لما نقول وايد؟ يعني معناها انه رياضيا يعني معناها انه الاكسبكتد فاليو اللي نجد مكان كتبه هنا الاكسبكتد فاليو اوف اكس اوف او 0 في الـ x of 1 شي يساوي؟ يساوي صفر. يعني معناها uncorrelated. شو معناها uncorrelated؟ يعني معناها معرفة النويز بهاي اللحظة ما يعطيك أي معلومات عن النويز مستقبلا حتى باللحظة اللي قبلها حتى باللحظة اللي بعدها. يعني أنت بهاي اللحظة اللي واقف بيها قست النويز مالتك اجت وصلت القراءه للنويز اوكي هذا ما راح تفيدك شيء انك تقدر تعرف ايش قد قيمه النويز مستقبلا ولا تعرف تعطي فالتقدير لقيمه النويز ايش قد كان سابقا. فهذا الشيء صحوله سحوله وايت ان كورليتد. واذا تذكرون اذا كانت ان كورليتد شنو معناها بالقاوسين؟ uncorrelated معناها شنو؟ ما مشابه independent صح ولا صح؟ هذا تذكر احنا قلنا بالقاوسيان uncorrelated شو يعطي independent باعتبار independent اقوى من correlation. اوكي بما انه independent شلون نطلع ال p of x شلون نطلعها؟ PDF شلون تحسب؟ جاوسيان هذا جاوسيان x of 0 جاوسيان x of 1 جاوسيان x of 2 جاوسيان بس انا اريد جوينت PDF مالتهم كلهم ليش؟ بعدين بالضبط بما انه اندبندنت فانه البروبابيلتي اذا تذكرون البروبابيلتي ديستربيوشن مال اي بي اذا كان اندبندنت شو يسوي البروبابيلتي او PDF مال اي في PDF مال بي؟ لا نفس الشيء انا قاعد اقول اندبندنت هذا البروبابل ديستريبيوشن مال كل الديستريبيوشن مال كل الفيكتور هو حاصل ضربه واللي هو يطلع لك بهالشكل. هذا البي اوف اكس هذا برودكت هنا انتبهوا البرودكت ويا الاكسبوننت هذا ثابت فيرفع الى اوس معين على حسب كم مره يحط ضربه والبرودكت مال الاكسبوننت هو شنو؟ برودكت مال اكسبوننت هو اكسبوننت مال سميشن صح؟ اذا تضرب مثلا اكسبوننت A في اكسبوننت B هاي شو يساوي؟ اكسبوننت A زائد B صح؟ فالان هذا البرودكت لما يتوزع البرودكت يعني اذا كتب البرودكت اوف 1 تحت الجذر 2 باي سيجما سكوير في البرودكت مال اكسبوننت البرودكت مال اكسبوننت راح يصير شنو؟ يصير حاصل جمع الاكس اوف ان ماينس اي سكوير ماينس اي كل سكوير على 2 سيجما سكوير اوكي؟ هذه likelihood function هذه P of X A هذه likelihood function. شو أسوي أريد أطلع شنو lower bound مالته؟ شو أقول لازم نشتقها أو نأخذ اللوج بالبداية أسهل صح؟ يوم نأخذ اللوج شو يصير
هذا اللوج وهذا اللوج اكسبوننت يلغي اللوج يبقى انا بس السميشن هذا موجود. اوكي هسه ايش حاصل مثل ما قلنا ثبت الاكس مشتق نسبه الى منه ثبت الى اي بما انه هذا الحد كله ما يعتمد على اي حيروح شنو ايش قد قيمته تكون هتكون صفر. اوكي ايش يبقى لي هذا يبقى لي هذا الجزء. هسه الان شنو اخذ بس اخذنا المشتقه الاولى بالعفو هنا ما اخذت المشتقه بالثانيه هنا هسه حاخذ المشتقه هذا الجزء حيل لغي قلنا يكون قيمته صفر شو يبقى لي هذا. اوكي بس انتبهوا عليه ذكروا لي هاي اي اوف ثيتا في شنو جي اوف اكس ناقص ثيتا. اوكي اي اوف ثيتا في جي اوف اكس ناقص ثيتا انتبهوا لي على هاي قارنوني المشتقه الاولى مالين مثل ما قلنا احنا قارنوا ويا هذا ايش راح يطلع لنا الاي اوف ثيتا هو منو 1 على شلون اي اوف ثيتا هنا انا منو ثيتا هي اي اوكي زين اي في الاي اوف ثيتا خاف مر ذكركم جي اوف اكس يساوي هنا وين الاكس يعني وين هسه هذه شوفوا هذه دا اقارنها ويا هاي صح ايش يطلع هذا انتبهوا خلي نبسط هذا خلي ابسط لكم هذا اذا اجي اجمعه يطلع واحد على سيجما سكويرد صح في سميشن للاكس ان هذا السميشن راح يتوزع للاكس ان وين راح يروح للاي ناقص ان في الاي اخذ ان عامل مشترك ايش يطلع راح يطلع ان على سيجما سكوير صح الاكس بار اللي هي شنو سميشن واحد على ان او هذا الاكس داش ساخذ السامبل مين واحد على ان سميشن للاكس ان اكس اوف ان ناقصا اي اوكي ناقصا اي هسه اريد اقارن هذه ويا هاي باعتبار صارت ابسط من الجي اوف اكس من هي الحد الوحيد هنا اللي يعتمد على اكس اكس داش اكس داش شوفوا هنا اذا تجون تشوفون هذا هي اخذت ايش تصير يعني هي فانكشن اوف اكس ناقصا للباراميتر وهنا هم فانكشن اوف اكس ناقصا اي اوكي والاي اوف ثيتا ايش يساوي ان على سيجما سكوير ان على سيجما سكوير شلون فهنا انا راسا اقدر استنتج انه هذا شيء يمثل هذا هو unbiased minimum variance unbiased estimator بالنسبة يعني للproblem اللي عندي وال i of theta إيش قلنا شو تمثل lower bound اللي هو sigma square على n باعتبار إحنا قلنا واحد على y theta ها هسه احنا نشتق مره ثانيه خلينا نشتق مره ثانيه ونشوف هاي بس توضيح نشتق مره ثانيه هم نسبه الى اي ايش يصير هذا الجزء حيروح لف اوف اكس صح يعني نشتق نسبه الى اي يبقى منهم يبقى هذا الثابت اللي هو نيجاتيف ان على سيجما سكوير اخر خطوه ايش قلنا شو نسوي نضربه بسالب ونقلبه واللي هو شاي يصير لما تضربه بسالب وتقلبه شاي يصير يطلع لك هاي النتيجه اللي هو هنا يقول لك مهما يكون الاستيميتر مالتك اذا كان انبايس لازم هو يكون الفيرينس مالته هو سيجما سكوير على الفيرينس يعني الخطا الفيرينس اللي علاقه بالخطا كل ما يزيد الفيرينس شي يزيد الخطا بالتقدير مالتي او احتاج وهنا اذا تشوفون هنا مثل ما شفنا بالمثال الاول بالمحاضره الاولى احنا طلعنا الفيرينس مال هذا صح
وين مال هذا النظام طلع لنا الفيرينس مالته. لو ايش كان سيجما سكوير على ان سيجما سكوير على ان، وقلنا شنو؟ وقلنا سيجما سكوير على ان هذا شنو؟ يقيل كل ما زيد عدد نمبر اوف سامبلز كذا، صحيح. اذا شوفوا ان هذا ما يعتمد على اي، لو شيء زين لما ما تكون قيمه الاي 10 20 100 ألف اوكي ما راح تاثر هنا. يعني الاستيميتر مو الفيرينس ما انت مو هو فانكشن اوف اي اوكي. وتقل خطيا ويا سيجما سكوير، يعني كل ما يزيد النويز يزيد الايرور مالتي، كل ما يقل النويز اكيد يقل الايرور مالتي اوكي. وتقل ويا من ويا زياده الان، كل ما زيد الان ايش اقدر اقلل بعد شنو الفيرينس مالتي، اقدر اقلل الفيرينس مالتي اوكي. فمثل ما قلنا هاي النظريه مره ثانيه عدناها، انه اذا تشوفون هنا بهذا المثال السابق قدرت احصل شنو؟ مينيمم فيرينس ان بايست استيميتر اوكي. هذا نفس المثال الدي سي ليفل هنا مجرد عن طريق المشتقه الاولى الاي اوف اي هي ان على سيجما سكوير، ومن عدد تقول انه الفيرينس اوف اي هو المقلوب مالته هو سيجما سكوير على ان اوكي. والاستيميتر مالتي اللي هو الاكس بار اللي هو اكس داش اللي هو واحد على ان، او يصحوا له سامبل مين هذا. فبيج حاله اذا كان هاي المشكله عندي دي سي ليفل بالاديتيف واي جاوسيان نويز، السامبل مين هو افضل مينيمم فيرينس ان بايس استيميتر، افضل مينيمم فيرينس ان بايس استيميتر. ومثل ما قلنا اذا كان عندي استيميتر ان بايست والفيرينس مالته هي مساويه لهذا الكرامر رو كرايمر رو ان بايس استيميتر، فهذا يصح له شنو؟ مينيمم فيرينس ان بايس استيميتر، وكذلك يصح له شنو؟ افيشنت استيميتر، افيشنت استيميتر، افيشنت استيميتر. مو كل بالمناسبه انه مو كل اكيد ملاحظه انه مو كل استيميتر ممكن يكون افيشنت اوكي. وبعض الاحيان حتى المينيمم فيرينس ان بايس استيميتر ما ممكن القاه، احتمال ما موجود اوكي. هسه خلينا نشوف هنا فيس استيميشن. مثل ما قلنا فيس استيميشن هذا مفيده بالكوهيرنت كوميونيكيشن، انك تفرض انه الفيس بالترانسميتر معلوم وين؟ بالرسيفر اوكي؟ هو الدبل سايد باند. فمثلا انا دزيت هاي الاشاره اكس اوف ان اوكي؟ اللي هي اي كوساين 2 باي اف نوت ان زائد في اوف زيرو. احنا نفرض انه شنو؟ نفرض انه التردد معروف، المجهول الوحيد هو منه؟ هو الفيس، هذا الفيس اللي اريد اوجده. طبعا هنا الدبليو هو نفس الشيء اي دبليو جي ان، يعني معناها اديتيف. اديتيف ليش اديتيف؟ يعني نضاف للاشاره، اكو اشاره زائد. وايت مثل عرفنا شنو وايت؟ جاوسيان نويز اوكي. اي دبليو جي ان هي اديتيف وايت جاوسيان نويز. بعض الشغلات اللي سيجنال باور حفرضها اي سكوير على اثنين ممكن انه مباشره تكاملها على بيريود واحده وتقسمها يطلع لك اي سكوير على اثنين، واضحه يعني نتيجه معروفه. والسيجما سكوير هو شنو؟ هو النويز باور. فالسيجنال تو نويز ريشيو اقدر اعرفها اي سكوير على 2 سيجما سكوير اوكي. بعض الفرضيات انه الاف نوت معروف مثل ما قلنا اوكي. وحفرض قيمته من الصفر للاثنين اللي هو السايكل باي سامبل، يعني مو راح يكون التردد الحقيقي. والاي والاف نوت هي شنو؟ افرض انه انها معروفات اوكي. بعدين ما يشتغل على الفيكتور استيميتر، ممكن انه نفرض إن شنو؟ نفرض المجهولات ونقدر نسوي لها استيميشن كلن سويا ممكن. اللي اريد اوجده اللي هو الكريمر راو لور باوند، كريمر راو لور باوند. نفس الشيء نفس الاسلوب بحاجة بالبدايه لازم اللايك لود فانكشن اكتبها. اللايك لود فانكشن بمعنى انا عندي اديتيف وايت جاوسيان نويز، يعني معناها شنو؟
البي دي اف الكليه هو حصل ضرب البي دي اف مال كل سامبل. والبي دي اف مال كل سامبل هو جاوسيان باعتبار انه نويز جاوسيان اكسبكتد فاليو مالته هو نفسه هذه الزاويه. يعني هنا اكسبكتد فاليو للاكس اوف 0 شو يساوي؟ راح تكون هو نفسه اي في كوساين 2 باي اف نوت ان نفس هذا الحد راح ينزل هنا زائدا في نوت باعتبار الاكسبكتد فاليو مال الدبليو هو 0. اوكي واضحه هاي. فحصل في اللايك نوت فانكشن هي حصل شنو البرودكت مالتين فايش حيكون شلون اجده بما انه قلنا جاوسيان وايت في البي دي اف شو حيكون شلون اجده الكليه حصل ضرب البي دي اف مال كل سامبل واللي هو راح توصل لنا بهاي النتيجه نفسها نفس هذا التيرم ونفسه بقى مثل ما موجود. هنا الفرق انه شنو الفرق انه المين بدل ما كانت اكس اوف ان ناقصا اي صارت اكس اوف ان ناقصا اي في كوساين اللي هو هذا التيرم كله. اوكي شلون اكسوال اوكي مثل ما قلنا شو نسوي راح ناخذ اللوج اوكي ونشتق المشتق الاولى نسبه الى منو نسبة إلى في نسبة إلى باراميتر اللي أريد أشتق نسبة إلى نسبة إلى في اللي وش يطلع لي هاي مشتقتها يعني المفروض راح يكون هذه ينزل مشتقة الكوسين هي ساين وبعدين لازم أوجد مشتقة داخل القوس. أوكي فنشتق نسبة إلى في هذا باعتبار هناك تربيع انتبهوا لها راح يطلع 2 في هذا القوس زائدا مضروب فيه مشتق داخل القوس اللي هو يعني يطلع لكم هالشكل هذا 2 اللي نزل من المقام اختصر ويا هذا 2 سيجما سكوير ممكن اوكي وراح اشتق المشتقه الثانيه المشتقه الثانيه اقدر احصل ضرب دالت يعني حيكون اكيد اوكي او حتى انا هو يبدي يبسط الداله هنا يبدي يبسط باعتبار انه عنده حاصل ضرب 2 كوساين هاي يبدي يوزعه اوكي ويستخدم هاي الايدنتيتي على مود يكتب هنا انا حاصل ضرب هذا الساين في هذا الساين الساين في كوساين ممكن نضربه انه حاصل جمع مال زاويتين صح تذكروا هاي الايدنتيتي اللي هي شو تقول كوساين اي زائد ام بي نعم ساين لو كوساين اي زائد ام بي شو يساوي؟ او كوساين 2 اي شو يساوي؟ اللي هي هاي كاتبها هنا هاي موجوده 2 في كوساين ساين يساوي ساين المجموع ناخذ المشتقه الثانيه صار الداله ابسط حتى اذا ما تبسط ماكو مشكله بس التبسيط يسهل لك عمليه الاشتقاق باعتبار هنا المشتقه فقط ما اختفت حاصل ضرب دالتين ما يحصل عندي اي حاصل ضرب دالتين فنشتق المشتقه الثانيه يعتبر لي هذه اوكي اذا تشوفون هنا الاكس اوف ان موجوده بعدها شو نسوي؟ اذا تذكرون الخطوه الثالثه يا اما اذا يا اما حيكون اكس اوف ان موجود او الاكس اوف ان ما موجود اذا كان موجود شو نسوي؟ ناخذ اكسبكتد فاليو بالنسبه للاكسبكتد فاليو للاكس اوف ان شو يساوي؟ ارجع للاكس اوف ان وين اكس اوف ان؟ هذا اكسبكتد فاليو مالته شو يساوي؟ هو اي في كوساين 2 باي اف نوت ان زائد في نوت صح؟ اجي اعوضها هناك نعوضها بمكان الاكس اوف ان اوكي؟ يطلع لنا بهالشكل هذا اكسبكتد فاليو اوف ان ونبسط نبدا نبسط الى ان نوصل الى من شنو؟ الى هذه القيمه. وراها نقدر ناخذ لها السالب ونقلبها اوكي؟ اذا تشوفون هنا هذه القيمه ظلت تعتمد على من؟ على الفيس ظلت تعتمد على الفيس. لو واحد ناقص كوساين ظلت تعتمد على الفيس. وبهيجي حاله شو معناها تعتمد على الفيس؟ يعني معناها
الاستيميتر مالتي او اللور باوند مرات يقل او يزيد على حسب منه، على حسب قيمه الفيل اللي بديت بها اصلا، اللي بديت بها اصلا، اللي هي شغله مو زينه، شغله غير جيده بالنسبه لي. وممكن كذلك ممكن انه اذا كانت ال هذا الحد، هذا الحد ممكن ثبت انه حيكون اصغر بكثير من الان اذا كانت الاف نوت قريبا من النص صفر او النص، اوكي. وبالنتيجه تقدر توصل انه هذا الجزء حيختفي حسب التبسيط، هذا التبسيط يعني مو ضروري 100%، ولكن وبالنتيجه الفيرينس ماتك او اللور باوند ماتك يعتمد على من؟ على النمبر اوف سامبلز والسيجنال تو نويز ريشيو. السيجنال تو نويز ريشيو هنا مو بالدي بي، مو بالدي بي اللي هو باور على باور، وليس 10 لوج الباور على الباور. فين انا مثل ما شفنا الاستيميتر او الافيشنت استيميتر ما قدرت احصله، يعني اذا تيجي تشوف المشتقه الاولى هذه كانت، هاي المشتقه الاولى صح؟ المشتقه الاولى اذا اريد اقول هي اي اوف ثيتا في شنو جي اوف اكس ناقص ثيتا، تقريبا دا اشوف انه مستحيل انك تقدر تكتب هاي الصيغه الى هاي الصيغه تقريبا بسبب تداخل الساين هذا، باعتبار انه الثيتا هنا هو منه؟ هو هاي الزاويه اللي دا اريد اطلعها، باعتبار ان انا الساين، الساين هي نون لينير فانكشن وكذا. ممكن انه نعم بالنسبه لهاي القاعده طبقها بالمشتقه الاولى ولا الثانيه؟ لا بالاولى، تيجي تشوفها. ف يعني صعبه الا تستخدم بعض التقريبات، تيجي مثلا بدل الساين تقول يعني استخدم مثلا تايلر سيريز اقربها ممكن، او توجد تقريب ثاني، بس بهالصيغه لا ما ممكن، ما اتصور لحد هسه انه ممكن تتحول من هاي الصيغه تقدر تعيد صياغتها بالصيغه. فبالنتيجه ما اقدر اطلع شنو؟ ان بايس استيميت، مو معناها ما موجود، معناها النظريه ما تقدر تطلعها. النظريه ما تقدر تطلعها على هذه وضعها. ف فيقول هنا أنا مثل ما يقول الافيشنت استيميتر هو غير موجود. هنا هذا السؤال يقول لك، يقول لك هل ان الافيشنت استيميتر موجود؟ هو غير موجود. يقول هو موجود اذا كان هذا الشرط تحقق، بما ان الشرط ما تحقق فالافيشنت استيميتر غير موجود. يعني ان بايست غير موجود، بس ممكن انه يجينا استيميتر ثاني هو بايست. بالمناسبه البايست هو مو معناها دائما مو زين. بعض الاحيان انه هسه خصوصا بالشغل الجديد انه يقترحون انه استيميتر هو بايست، ولكن الانحياز مالته مو فانكشن اوف البارامتر اللي دا اشتغل عليه. وبالنتيجه اقدر شنو احذفه من من النتيجه النهائيه الاخيره، اوكي. بالمناسبه احنا اذا ما تشوفون احنا وصلنا لهاي النتيجه صحيح، وتقدرون تشوفون انه هنا ممكن انه بزياده الان اقدر اقلل شنو اللور باوند، اقدر اقلل اللور، اقدر اخلي اللور باوند بالنسبه لي. هسه ناخذ هاي النظريه او النتيجه العامه اللي هي مو مثال، نتيجة عامة، وكأنما هي تعميم للمثال اللي أخذناها، اللي هو شنو؟ حفرض إنه الأوبزرفيشن مالتي، أوكي؟ الـ WN هو شنو؟ وايد جاوسيان نويز، أوكي؟ الـ S of N ممكن تاخذ أي 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 صيغة، ممكن تاخذ كوساين، ممكن تاخذ أي، بالمثال اللي قبله، أخذنا واحدة من عندها من كانت أي، والحالة الثانية من كانت شنو؟ كوساين. فأريد آخذ مثلا في نظرة عامة شلون حيكون شكل ال اللور باوند، اوكي؟ نفس الاساليب اللي حتتبعها، اول شيء بالبداية شو اسوي؟ راح احاول اوجد
احاول اوجد ال likelihood. اوكي بي اوف اكس ثيتا اللي حاصل ضرب باعتبار انه عندي وايد جاوسيان نويز. اوكي ورا ما اوجد ال likelihood شو اسوي؟ اخذ لها log. انت هاي النتيجه اذا تلاحظون هنا شنو s of n ثيتا s of n ثيتا صيغه عامه صيغه عامه لحد الان. الشقه الاولى اخذها نسبه الى ثيتا يحتاج تشوف هنا هاي الثنين تنزل في مشتقة داخل القوس من عندنا فقط هذه هي فانكشن اوف ثيتا حتكون بهالشكل. الشقاق الثاني ممكن انه تشوف انه لما تاخذ الشقاق الثاني راح يكون بهالشكل. عندك هاي حاصل ضرب دالتين هنا او هنا حاصل ضرب دالتين و ليش لما تجي يكون السيرفر اسمه مستقل شلون يعني؟ يعني ما ضبط من نوع جي اي لا 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 تقدر تاخذ السكويرد؟ اي نعم اصعب تصير سكويرد باعتبار عندك سميشن هنا. سميشن عندك سكويرد صعبه. هاي تفيدك في حاله انه اذا عندك في البارامتر او اكس واحد اوبزرفيشن واحد ممكن تفيدك، بس هنا السميشن سكوير يصير صعب. فتاخذ مشتقل ثاني هواي اسهل. ف يعني راح يكون هنا حاصل ضرب دالتين، هاي الداله الاولى وهاي الداله الثانيه، حتقول الاول في مشتقه الثاني زائد الثاني في مشتقه الاول، وتحاول تبسط اكثر واكثر الى ان تصل هاي الصيغه هنا بهاي الصيغه. اوكي واللي هي شو حتقول هنا؟ الاكسبكتد فاليو مال اكس اوف ان تاخذ بعدين ورا ما تاخذ هنا هاي فانكشن اوف اكس تاخذ الاكسبكتد فاليو نسبه له. فهذا الاكسبكتد فاليو هو نفسه هذا. فهذا الجزء شنو؟ راح يلغي راح يكون زيرو وبالنتيجه حيكون هذه هو يمثل اللور باوند مالتك. اوكي؟ ضربه في سالب وتقلبه فش راح يصير؟ بهالشكل. هذه يمثل اللور باوند سيجنال. اي هذا بشيء صيغه عامه ممكن تستخدم مباشره. شلون؟ شلون؟ منو هذا؟ ها هذا للزيرو. احنا عندنا الاس اوف ان اوكي؟ وهذه اكس مثل ما قلنا ناخذ اكسبكتد فاليو مالته. زين اكسبكتد فاليو اذا ترجعين الاكس شو يساوي؟ وين؟ هذا اكسبكتد فاليو هذا صفر. هو منو؟ فقط الاس اوف ان ثيتا واللي هو نفسه هذا. فاس اوف ان ثيتا ناقص اس اوف ان ثيتا راح تكون بعد تلغي الثاني وتكون قيمته ايش قد؟ صفر. فهذا الفيرينس بشكل عام بالنسبه لاي سيجنال ايش ما يكون شكله يمن يكون شنو؟ الجاوسيان او وايد جاوسيان نويز. اوكي؟ نجي احنا ناخذ اخر تطبيق محاضرة اليوم اللي هي الرينج استيميشن بروبلم اللي هي هذه المشكلة تواجهنا بالرادار. اللي هو شنو؟ ادس بالس واجي احسب شنو؟ التايم مالته او التاو نوت الديلي اللي راح يجي. اوكي؟ فاريد اقيس هذا ايش قد التاو نوت شلون راح تكون قيمته. اوكي؟ وبالنتيجة فالسيجنال موديل بشكل عام شو حيكون؟ راح يكون انا عندي ريسيف سيجنال اكس اوف تي شو يساوي؟ هي نفس السيجنال اللي ارسلتها متاخره مقدار تاو نوت زائد النويز. اوكي والتايم مالتي هو من صفر الى تي. اوكي من صفر الى تي. المشكله انه هذه الاشاره بالابلكيشن العادي ما تعالج كما هي. شو يصير بها؟ تدخل على باند باس فلتر صح وتتكبر وتروح للمعالجه. باند باس فلتر اللي هو شو يسوي؟ اذا فرضنا انه ايديال باند باس فلتر راح يكون سبكترم مالته بشكل الشكل راح يجي وكانه ما ياخذ فقط ترددات خلال هاي الفتره يمررها ويحاول انه شنو
يلغي الترددات البقية. المشكلة شنو؟ المشكلة انه اني النويز مالتي بما الباند باس فلتر، بما انه باند باس فلتر اقدر استخدم كونفوليوشن صح؟ باعتبار هاي ال تي اي سيستم، وبما ان الكونفوليوشن مال المجموع والكونفوليوشن مال الاول زادن شنو؟ كونفوليوشن مال ثاني كونفوليوشن مال اول سيجنال نفسها ما له علاقة بها، هي سيجنال كونفوليوشن طلعت لي قيمة معينة ما له علاقة، او على حسب الفرضيه اللي فارضه انه ايديال لو باس فلتر، اذا كان هذا السيجنال اكيد هي لازم تقع وين؟ ضمن الباند مال هذا الفلتر، ولا حتفلتر وتروح صحيح. وبما انه حسب هذا الفلتر انه فقط ما حيسوي شيء، حتنضرب فقط شنو في ان نوت على 2، فالسيجنال حتبقى نفسها كشيء، تبقى نفسها، تبقى الامبليتود مالتها تتغير اوكي ما عندي مشكله حتتغير، بس كشيء حتبقى نفسها، ارسل ساين تجيني ساين ما راح يتغير التردد مالته. المشكله وين؟ هذا الباند باس فلتر يعني يعالج النويز، هسه سيجنال بارت خلصنا من عندنا، نجي للنويز. النويز المشكله لما يدخل على باند باس فلتر ما راح يبقى كورليتد، راح يصير اكو كورليشن بيناته، لان هو عاده الباند باس فلتر شو يسوي؟ هو يعتمد على الفريكوانسي، يجي ويشوف شنو يعني وكأنما خلال الرنج اللي راح يشتغل راح يحاول انه شنو ياخذ او رياضيا، خلي اي في الفيزيائيه، فيزيائي ما اعرف افصله، رياضيا هو الكونفوليوشن مو انتجرال، والانتجرال هو تقريبا يقدر يسوي هو سميشن صح. فانا وكأنما ايش ده يقول؟ ده يقول القيمه الحاليه للنويز هي شو تساوي الصميشن مال القيم، مجموعة من القيم السابقة زائدا أو الويتد صم مال مجموعة من القيم السابقة زائدا مجموعة من القيم الحالية الموجودة عندي صح؟ وبالنتيجة اختفى الكورليشن، هنا الكورليشن صار اكو كورليشن عفوا، ليش؟ باعتبار القيمة الحالية صارت علينا هي ويتد صم مال شنو؟ مال القيم السابقة. فالمشكلة انه شنو هنا؟ المشكلة اللي حصير انه هنا السامبلز لما اجي اخذ سامبلز من هذه الاكسوفن ما اقدر افرغه بعد اندبندنت، يبقى اكو كورليشن بيناتها. الكورليشن ممكن انه تيجي تشوفها حيكون شكلها بهالشكل، هي سينك فانكشن، سينك فانكشن يعني كورليشن ايش يقول هنا؟ خلينا نجي نحلل هذه. يقول هو طبعا اكيد خلال نفس اللحظه، هذا يمثل شنو؟ تايم ديفرنس، يعني انا مثلا وكانما اذا اريد اطلع الكورليشن مال اللحظه الحاليه ويا لحظه وراها مثلا one sample اوكي، هذا يمثل الدفرنس، هذا شيء يمثل التاو، يمثل الدفرنس بين اللحظه اللي بدك تقارن بها ويا اللحظه اللي بدك تطلع الكورليشن وياها. فنشوف انه هنا كل ما يزيد الفرق، يعني الاكس اوف 0 ويا الاكس اوف 0 اكيد 100% اكو كورليتد 100%، لان واحده شبيهه بالثانيه، بس الـ x of 0 ويا الـ x of n مثلا إذا فرضناه هنا يمن التاو تساوي قيمتها واحد مثلا أكو correlation بس قليل صح؟ وتبدي تقيل كل ما شنو؟ كل ما تبتعد أنه أطلع الـ correlation بين اللحظة الحالية ولحظة كلش بعيدة نشوف وين ما تقترب تقترب للصفر أوكي؟ بس أقدر أستفاد من هنا من شغلة حلوة، إذا تشوفون هنا شنو؟ تشوفون هاي هي sync function، السينك فانكشن بها عمليات انتقال بين البوزيتيف والنيجاتيف، تشوفون هنا كوريبل، يعني تشوفون هنا بدات نزلت بعدين صعدت نزلت صعدت هنا. اذا حتبع هنا حيله معينه، اذا اخذت السامبل هنا اذا تشوفون نقطه التقاطع بين بالصفر، ايش قد الكورليشن بينه وبين السامبل اللي داخلين بها؟ كورليشن صفر صحيح؟ لان هي النقطه هنا شو تقول لي؟ تقول لي الكورليشن بين هذه النقطه الاصليه او السامبل الاصليه ويا سامبل بعدها 1 على 2 بي ايش قد؟ صفر، ماكو كورليشن بيناتهم. وبعد شنو؟ وهي النقطه كذلك شنو؟ ما بيها كورليشن، وهي النقطه ما بيها كورليشن، وهي النقطه ما بيها كورليشن. فانا شو اسوي عمد؟ ارجع مره ثانيه اخلي النويز ان كورليتد، لازم السامبلنج مالتي ما يكون عشوائي، لازم اسوي سامبلنج شنو؟ واحد اخذ السامبل الاولى 1 على 2 بي، 1 على بي
اوكي. اذا سويت سامبلينج بهاي الطريقه يرجع شنو معناها؟ ترجع خاصيه شنو؟ الانكورليتد. بما انه رجعت خاصيه الانكورليتد اقدر استخدم شنو؟ نفس الطرق القديمه قبل، نفس الطرق السابقه ممكن استخدمها. فانا لازم اسوي سامبلينج، والسامبلينج ريت لازم ايش قد؟ 1 على 2 بي. اوكي؟ والدبليو ان هنا يرجع شنو؟ يرجع قاوسين، يرجع قاوسين. اوكي؟ واضح هاي ليش رجعت قاوسين؟ وراها الاكس اوف ان الاشاره اللي مستلمها ممكن انه افصلها ثلاث تفصيلات على حسب هذا الموديل، هاي الاشاره المرسله وهاي الاشاره المستلمه. خلال هاي الفتره شنو استلم؟ فقط نويز. خلال هاي الفتره اشاره زائد نويز، خلال هاي الفتره فقط نويز، اللي هي ممكن افصلها بهذا الموديل. اوكي؟ بما انه اني راح استخدم هاي النتيجه مباشره، لان هاي النتيجه انا اشتقيتها لاي اشاره باديتيف وايد جاوسيان نويز، اللي هي نفس الشروط تتحقق عندي، مجرد انه شنو يقول الفيرينس والسيجما على اليمن على المشتقه مال هاي الاشاره مالت اللي هي هاي النتيجه. اوكي؟ اللي هي هاي النتيجه. هنا انا حسوي بعض ال... لهنا تقريبا نقدر نتوقف يعني ماكو مشكله، بس حسوي بعض ال ال شو نقول؟ تبسيطات او كذا على مود تكون النتيجه اكثر وضوح بالنسبه لي كاني كقارئ. هنا فقط بما انه السيجنال موجوده فقط بين الان نوت، فمن الصفر يعني فقط السيجنال هنا موجوده خلال هاي الفتره، خلال هاي الفتره فقط السيجنال موجوده، قبلها كان الصفر وبعدها كان الصفر. فاذا الاندكسز اللي هي خلال هاي الفتره وخلال هاي الفتره راح احذفهم من السميشن، واخذ فقط بنظر الاعتبار السميشن الموجود خلال هاي الفتره اللي هي ها. يعني هنا ماكو اشاره صح؟ هنا ماكو اشاره، ليش اخذ السميشن مالته؟ الاكس اوف ان هنا قيمتها صفر، وانا بدي اسوي شنو؟ نسبه ان اكس اوف ان، فراح اخذ فقط من الان نوت المن لان نوت زائدا ام زائد ناقصا واحد. اللي هو هذا السميشن الاول، اوكي؟ واقدر شنو؟ اقدر هذه اكتبها هذه بالنص، اوكي؟ اقدر اقول هي نفسها هذه الدلتا، بس شنو؟ عندما تي تساوي ان دلتا ناقص ان تاب، نفس الشيء، نفس ال يعني ماكو اي فرق، نفس الداله. اقدر اسوي شنو؟ بما انه هذا بادي من الان نوت، اوكي، وهذا اقدر كانما شنو اسوي تشينج اوف فاريبلز بالنسبه للاندسيز، واكتب هذه بهاي الصيغه، اوكي، واقول هنا ليش فرض شنو؟ هو التاو نوت هو القيمه مالتي انا اريدها، التاو نوت هي القيمه اللي اريدها انا، هو الديلي يعني انا سالت هذا 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 هي هاي نفسها هنا. شو اسوي هسه؟ اوكي؟ خلينا نجي هذا السميشن المشتقة اجي شو اقول؟ اذا فرضت السامبلنج سبيس عالي، السامبلنج سبيس عالي يعني سويت سامبلنج كلش عالي، هذا السميشن ممكن شو اقربه؟ اقربه كانتجرال، اوكي؟ لما يعني اقرب كانتجرال احنا شلون نسوي السميشن؟ شلون اقربه بانتجرال؟ لازم مو بس اجمع، لازم شو اضرب بيه؟ بدلتا، صح؟ يعني انت من عندنا هذا السميشن بهالشكل، واريد هذا واريد اقربه، هو شنو السميشن؟ هو شنو انتجرال؟ مو مساحه؟ فشو اقول؟ اقول مساحه الاول هذا يعني هذا مربع زائدا هذا مربع، صح؟ هذا الارتفاع موجود عندي، هي نفس الدالة الارتفاع، بس لازم بما اضربه؟ بالدلتا. فراح اضرب في دلتا هنا واقسم على دلتا، يظهر لي هذا الدلتا بالمقام. اوكي؟ يظهر لي هذا الدلتا بالمقام. هذه اقدر اقول الدلتا هو 1 على 2 بي، او السيجما سكوير شو يساوي؟ هو ان في البي نوت. من جاي هذا الان في البي نوت؟ خليني اراويكم. أنا هنا معدي قلنا السبكترم دائما موجود بهالشكل،
الباور الظاهرة كلها حتروح، ايش تبقى؟ تبقى فقط هذا الجزء يحق صح؟ فحاصل ضرب هذا في هذا ايش يطلع لنا؟ ال نوت في البي او سيجما سكوير يساوي ال نوت في البي، البي هو يتمثل الباندويث مات، الباندويث مع الباند باس فلتر اللي قاعد اشتغل به او نص الباندويث، لان بعد ال نوت على 2 ف 2 بي. فذن استخدم من ذن الاثنين ادخلهن هنا أنا. هذا الانتجرال راح يكون بهالشكل، هذه الدلتا تصعد لي فوق ال نوت على 2 السيجما سكوير في الدلتا، والدلتا هي 1 على 2 بي، تعوض دلتا 1 على 2 بي وتضربها في السيجما فيطلع شنو؟ السيجما سكوير على 2 بي، فيطلع لنا هذه ال نوت على 2. يعني ننتقل منها لهنا باستخدام ذن الاثنين معادلتين، ننتقل منها لهنا اوكي. وهذه اقدر اوديها على المقام بهالشكل وتظهر لي هاي العلاقه. اللي هو شو يقول؟ يقول الايرور او الفيرينس مال الرينج اللي دا اشتغل عليه هو له علاقه بمن؟ بالمشتقه الاولى تربيع، التكامل مع المشتقه الاولى تربيع مقسوم على من؟ هذا ضرب في اي اس وقسم على اي اس، هذا اقدر اسميها شنو؟ سيجنال تو نويز ريشيو صح؟ اشاره المرسله على النويز. وهذا الشيء يمثل المشتقه على هذا اللي هو هذه، حرجع اكتبها هنا على بهالشكل، هذا هو سيجنال تو نويز ريشيو. وهاي الداله الثانيه اللي هي نفسها، هاي وهاي نفس الشيء. انا اشوف هذه مفهومه اكثر بالنسبه لي. هنا انا شو يقول؟ يقول كاستيميتر اذا اريد اقلل الايرور مالتي عندي طريقتين، ازيد السيجنال تو نويز ريشيو اللي هو السيجنال على النويز، او اختار اشاره، اختار اشاره بهالشكل. هذا ايش تعمل اشاره بهالشكل؟ هذا ايش دا يقول؟ دا يقول انا وكانما داخذ المشتقه مال الاشاره مات مدارسله، اريد اشاره تكون مشتقتها او البور مال المشتقه مالتها عالي. يعني شو معنى البور مال المشتقه مالتها عالي؟ هو شنو مشتقه تمثل؟ مشتقه تمثل تغير صحيح؟ فيقول لي هنا وكانما شو يقول لي؟ يقول لي انا اريد اشاره لما تجي تاخذها اشاره، اذا اريد اطلع التاو بشكل جيد انا اريد الاشاره شنو؟ تغيرها سريع، تغيرها سريع. يعني اذا اجي اخذ اشاره، خلني اجي اخذ لك ك واحده من الاشاير اللي هي كل السيئه، اللي هو شنو مثلا؟ خلينا نضيف هنا ورقه. خلي اجي اخذ لك اشاره جدا سيئه اللي هي هذه. هاي الشعر كل السيء ليش؟ من عارف ليش؟ ما بيتغير بالفريكونسي. هي ما بيتغير بالفريكونسي، لا هي ما مو قصة الفريكونسي، بس شنو مشكلته؟ مشكلته انه هذه الإشارة لما تروح وترجع لي، ترجع لي نفسها. صحيح؟ ما أقدر، ما يعني غير مفيدة الإشارة. يعني ترجع لي مو نفسها، يعني ترجع لي شوية بها ديلي. خلينا نجي على أدق أكثر. ترجع لي بهالشكل. زين وين الرينج مالتي؟ وين الرينج؟ ما اقدر هنا انا احسب الرينج بالنسبه لي. فبالنتيجه هاي الاشاره هنا ايش قد؟ ايش حتكون؟ مشتقتها ايش قد؟ صفر. واذا تعوضها هنا صفر ايش حيصير؟ الفيرينس مالتي اذا عوضناها هنا صفر، اذا عوضناها هنا صفر الفيرينس راح يقول لك، يقول لك ما لا نهاية كلش كبير. بالعكس إذا أجيب إشارة تغيرها عالي، يعني تصعد وتنزل بسرعة، لما تصعد وتنزل بسرعة هي لما تروح وترجع شنو؟ أقدر أحصل من عندها شنو؟ كلش أدق. يعني هنا الرينج وينه؟ بس هذا الرينج وينه؟ تقدر تحصل الرينج؟ ما تقدر تحصل هنا باعتبار إنه ممكن يكون أي مكان هنا. إنما بالإشارة اللي هي مثلا بهالشكل اوكي، لما يحترجع لي شنو؟ يكون ادق. تغير مالته شو يكون؟ اريد اشاره يكون التغير مالته عالي على مود شنو؟ لما تروح ترجع اقدر احصل من عندها شنو؟ معلومه مفيده. اوكي؟
هذا واحد من الابلكيشن. طبعا هذا ما مطلوب من عندكم الرادار، بس مجرد انه تشوفون انه واحده من المشاكل، واي مشاكل ممكن نحلها بهاي الطريقه، نوجد انه فد لور باوند، لور باوند على اساسه، وحتى هذا اللور باوند ومو فقط اللور باوند يعطيني بعض الملاحظات على انه شلون اقدر اقلل اللور باوند، شلون اقدر اقلل اللور باوند. كرادار ابلكيشن ما مطلوب منكم، مجرد انه فهم عام بالنسبه له. اذا اكو اي سؤال، هاي المحاضره اخذنا كرايمر برو لور باوند. زين اذا صار يساوي، يعني معناها مينيمم فيريانس اند بايس استيميتر يصيحونه، اللي هو الافيشنت استيميتر، اللي هو احسن استيميتر ممكن احصله، يعني من يكون شنو استيميتر او ضمن مجموعه الان بايس استيميتر، هذا حيكون افضل استيميتر ممكن احصله. اكسوا سهل ما بسهل.